هي بتسأل هل ثواب الصيام إذا صامت عن الأب والأم هل يصل لها؟ هو طبعا اللي بيصل هو الحج والعمره اللي احنا ذكرناهم، اللي عشان اسقط مؤكدين. عليه اسقط عنهم الفريضه. فانا لو عملت عمره يصل اجر العمره، عملت حج يصل اجر هذا الحج، زائد الدعاء والصدقه. اما حته ان انا اقضي عنهم صلاه أو او صيام صيام، لا مفيش خلاص، قضاء خلاص. هذه العبادات بتنقطع عن العبد طالما توفي وانقطع عن الدنيا. اللي عمله. فانا لو صمت هل ممكن اهب اجر صيامي لوالدي او والدتي؟ لا، هو يخص العبد نفسه. نعم، قراءتي للقران تخصني انا، ولكن انا ممكن اتبع قراءتي للقران بدعاء ان انا ادعو لهم يا رب انت وفقتني لهذه العباده بسبب وصيه ابي وامي، تربيه ابي وامي، وعشان كده يا رب انا عايزهم يشاركوني في الاجر. ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم اجر هذه التربيه الحسنه وهذه الاخلاق الحسنه. وكذلك بعد قراءه القران بيبقى فيه تنزل بقى للملائكه وحاله روحانيه. الملائكه لما تيجي تصعد الى السماء بتصعد بايه؟ بالدعاء. خلاص وادعو. طيب هتاخد الدعاء ده لمين؟ ما هو برضو ادعو لوالدي ولوالدتي فيصل ان شاء الله ليهم هذا الاجر. ولكن العباده دي قراءه قران، الصلاه، صدقة، الصوم، بتعود على العبد نفسه. على العبد فقط. نعم.